يأتي ذلك فيما شهدت لجنة البدون وحقوق الإنسان اليوم اجتماعا استمر لثلاث ساعات مع رئيس وأعضاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. رئيس الجهاز أكد عقب الاجتماع أن عددا من ملفات البدون رفع إلى اللجنة العليا لتجنيسها، إلا أنه أكد أن امتلاك 34 ألفا من أبناء البدون إحصائي 65 لا يعني تجنيسهم جميعا، فيما قررت اللجنة من جهتها استضافة عدد من الجهات الأهلية المهتمة بقضية البدون الأسبوع المقبل للوقوف على أرضية مشتركة للانطلاق لحل القضية، فيما أكد عدد من أعضاء اللجنة الحاجة لتحركات تشريعية وتنفيذية من أجل الإسراع في حل قضية قارب عمرها 5 عقود. اجتمعت لجنة حقوق الإنسان وغير محددي الجنسية البرلمانية اليوم برئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وأعضاء الجهاز لتقديم التصور الكامل لحل الأزمة التي مر عليها 5 عقود. وعقب اللقاء أكد الفضالة أن الجهاز بدأ بتقسيم البدون لثلاث شرائح، منها شريحة تستحق التجنيس وأخرى لا تستحق والثالثة تبقى للدراسة، مضيفا أن الجهاز قام بتحويل عدد من الملفات إلى اللجنة العليا للجنسية، إلا أن الفضالة أشار أيضا إلى أن امتلاك إحصاء 65 لا يعني استحقاقهم الجنسية حسب وجهة نظر الجهاز. 34 ألف من يحمل 65، لكن هذا لا يعني أن أنا 34 ألف ملزم بتجنيسهم، أنا ملزم من يحمل 65 وتنطبق عليه شروط التجنيس. التجنيس له شروط ورد في قانون الجنسية، نعم تحمل 65 لكن هل تنطبق عليك شروط التجنيس أم لا؟ منها التواجد في البلد. من جانبه شدد رئيس اللجنة خالد العدوى على أن هناك عدد من الملفات التي يجب إنهاء معاناه أصحابها، ومن أهمها من أفنى عمره بخدمة الوطن، فيما أشار مقرر اللجنة إلى دعوة الهيئات الشعبية من البدون للاستماع لآرائهم ومشاكلهم خلال اجتماع مع اللجنة الأسبوع المقبل. عندنا أعداد تحمل إحصاء 65، ناس عسكريين قدموا زهرة شبابهم لخدمة البلد وأمنه، وخاضوا يعني الحروب دفاعا عنه، كذلك من أقاربهم كويتيين حملت الشهادات. تقرر إن شاء الله الأسبوع القادم في يوم الاثنين أو الثلاثاء سندعو اللجان الشعبية لغير محددي الجنسية البدون حتى يأتون ونستمع إليهم ونأخذ منهم فرشة كاملة لنستمع للمشاكل، وإن شاء الله نستطيع أن نضع حلول لهذه الأمور. عضو لجنة البدون البرلمانية النائب مبارك النجاد اعتبر أن عدد من الجوانب التشريعية والتنفيذية هي من أسباب أزمة البدون، مؤكدا أن نقطة الانطلاق لحل حالة هذه المشاكل ستبدأ بعد اللقاء مع الهيئات الشعبية للبدون. تبين من هذا الاجتماع أن هناك جوانب تشريعية هي سبب الأزمة أو لها مدخل في هذه المشكلة، وهناك جوانب تنفيذية. طبعا اتضحت الصورة من جوانب معينة من خلال النقاش المطول تقريبا 3 ساعات نحن اجتمعنا مع الجهاز المركزي. هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق، هو نقطة انطلاق باتجاه حلحلة الأمور. طبعا نحن لا نفترض أن الجهاز المركزي أو نفترض أن الجهاز المركزي عفوا هو يعني في صفنا باتجاه حلحلة هذه المسألة، ولكن المشكلة بطبيعتها معقدة وتراكم السنين زادها تعقيدا. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت.